من باريس ينضم إلينا دكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والكاتب والباحث السياسي. دكتور مجيد، أهلا وسهلا بك. ما المختلف هذه المرة في يوم الباستيل، اليوم الذي كانت تضعه فرنسا أصلا كيوم تفاخر بها كل ثقافات العالم تقريبا؟ يعني هذا اليوم هو يوم بالنسبة لفرنسا يوم مهم جدا، لأنه يوم تعبر فيه كل فئات الشعب الفرنسي عن الوحدة الوطنية، وخاصة عن رمز الحرية والإخاء والمساواة. وبالتالي هو يوم ليس فيه تجاذبات سياسية ولا صراعات سياسية، بل هو يوم يفتخر فيه الكل بأن يكونوا يعيشون في بلد وفي مجتمع يؤمن السلام ويؤمن الحياة الأفضل لكل واحد. وكل هذه المشاكل التي حدثت في الفترة الأخيرة كان لها وقع صحيح في المجتمع الفرنسي، ولكن لم تؤثر على هذا اليوم، لأن الناس التقطوا أنفاسهم ورجعت الحياة إلى وضعها الطبيعي. والحوادث التي شاهدناها في 200 وكم سيارة ليست مهمة وليست مؤثرة، المهم أن الأمور رجعت إلى نصابها، ولكن بوعي أنها يجب أن تحل المشاكل التي بقيت عالقة، وخاصة ما يعني مشاكل التقاعد التي وقع التصويت عليها بقانون، ولكن مشاكل العمل الآن ونظام العمل وتحسينه، وأن يكون للعاملين فائدة من إنتاج المؤسسات الذين يشتغلوا فيها من مواردها المادية والمالية. مشكلات من نوعية التقاعد دكتور مجيد، مشكلات من نوعية التقاعد أو بعض الإشكاليات التي قد تطرأ ما بين النقابات العمالية والحكومة، هذه مسألة يعني عادية وستواجه أي منظومة حكم في أي دولة حول العالم، لكن ما تعرف بمبادئ الثورة الفرنسية التي كانت ربما معينا استلهم منه حتى بعض أنصار الثورات في أمريكا اللاتينية مبادئ ثوراتهم وتحركاتهم، هل لا تزال باقية أو يرتكز عليها من جانب منظومة الحكم الحالية في فرنسا؟ هي شيء يتجاوز الحكومات ويتجاوز الأحزاب السياسية، هو شيء راسخ في المجتمع الفرنسي. الكل يعيش تحت هذا النظام، وهذا النظام الذي اكتسب بعد ثورة مهمة جدا أسقطت النظام الإقطاع السابق وأتت بالحرية للناس، والحرية تمتع بها كل فرد اليوم. ومهما كانت التجاوزات أو المشاكل، تبقى مسألة الحرية مسألة أساسية في المجتمع الفرنسي، وتبقى كذلك مشكلة المساواة مسألة أساسية، ومشكلة الأخوة والإخاء هي مسألة أساسية. وهذه المسائل هي معبر عنها في الدستور الفرنسي، معبر عنها في القوانين الفرنسية وفي الحياة اليومية، ولا أحد يمكن أن يضعها محل شك أو محل تساؤل. مهما كانت التيارات السياسية والبعض الذين يريدون التصرف بشكل عنصري أو غير ذلك، المجتمع الفرنسي متماسك في هذه على يعني تحت هذه الشعارات الثلاث، وهي ليست شعارات فقط، هي في الحياة الملموسة للناس، وكل واحد يريد أن يطالب بحقه، مرجعيته هي هذه المطالبات الثلاث أو المبادئ الثلاث، وهي الحرية والمساواة والإخاء. لكن هذه المبادئ لم تقف عائقا أمام أن تذهب فرنسا نحو عدم إقرارها بارتكاب خطايا كبيرة في حقبتها الاستعمارية، ولا الذهاب إلى تعويض هذه الدول بعد سنوات من زوال حقبة الاستعمار. تقول فرنسا إن هناك ربما بعض المشكلات صحيح، لكن هذا لا يرقى إلى حد الإقرار والاعتذار ومن ثم دفع التعويضات. مسألة الاستعمار مسألة مهمة جدا، ويجب على دول العالم كلها أن تدرس وتتفاهم في هذه المشكلة، ولا يجب استعمالها لأغراض أخرى.
كل دول العالم. دكتور بودن، حضرتك قلت ان مبادئ الثورة الفرنسية هذه مبادئ راسخة وثابتة وتتجاوز اصلا منطق الحكومات، هي تقر العيش المشترك وتقر قيم المساواة وما الى ذلك، ابسط حدود المساواة او الاقرار بقيم العيش المشترك ان يقر المذنب بذنبه في جرائم كانت اقرب الى الفظاعات او هي كانت كذلك بالفعل. صحيح، هناك مسائل يمكن افضل وانفع من الاقرار بالذنب، لان لو رجعنا للتاريخ نجد أن مثلا فرنسا كانت محتلة، احتلتها ألمانيا، احتلتها بريطانيا، إنجلترا، وفرنسا احتلت إسبانيا، إسبانيا احتلت السويد، يعني كل مناطق العالم وقع احتلالها وقت أو في وقت أو آخر. وننظر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مستعمرة بريطانية، البرازيل كانت مستعمرة برتغالية، وإيرلندا هي مستعمرة بريطانية. وبالتالي لم نرى أن الأمريكان اليوم، وهي أكبر دولة في العالم، تطالب إنجلترا بالاعتذار. الوضع التاريخي يقول أن هناك استعمار، ولكن يجب الآن نتجاوز هذه الحقبة ونرى أين هي المسؤوليات وندرسها بشكل واضح. ولا تكفي، يمكن فرنسا أن تعتذر، واعتذرت مثلا في مسألة الجزائر بشكل من الأشكال، ثم صار هناك خلاف على نوعية الاعتذار، ولكن ما النتيجة؟ النتيجة هو أن أولا أن نبني علاقات جديدة، نبنيها على الماضي، نبنيها على واقع الاستعمار الذي كان، ولكن لا يمكن أن نبنيها على الرجوع إلى الماضي أو مجرد مشكلة الاعتذار. هذه العقدة يجب أن نتجاوزها ونفعل مثل ما صار. البرازيليون اليوم لا يطالبون البرتغال بالاعتذار، ولكن البرازيل صارت أقوى من البرتغال، وبالتالي يجب أن تعمل كل الشعوب التي تطالب بالاعتذار بأن تعمل وتطالب بحقوقها، وهناك حقوق لا يمكن إنكارها، وتضعها على الطاولة لكي يقع تقدم مشترك، وتحاول أن تتجاوز هذه العقدة وتكون تسعى إلى خير شعبها بأن تقوم بتنمية اجتماعية، تنمية ثقافية، تنمية لشبابها، وتقول ها أنا ذا اليوم نحن أفضل. الاستعمار فيه سلبي وفيه الإيجابي، ولكن الاستعمار استعمار فيه إيجابي مبارد. فيه إيجابي، هذه مسألة يعني قد تبدو غريبة وغريبة للغاية، خصوصا حقب الاستعمار في الشرق الأوسط، في إفريقيا، في شمال إفريقيا، هذه لم تكن تعرف الإيجابية بحال من الأحوال. وهذا حديث، هذا حديث آخر دكتور بودن. يعني نعم، أي شيء في التاريخ ليس سلبي دائما، هو فيه سلبي وفيه إيجابي، ولكن إذا كان السلبي 99% لا ننكر أن يكون هناك إيجابي ولو ب1%. إذا أخذنا أي بلد، فإن الكونغو الديمقراطية مثلا، ما الإيجابي الذي يمكن أن يقال في حقبتها الاستعمارية مثلا؟ نعم، الكونغو الديمقراطية. نعم دكتور مجيد، لا أعلم إذا كنت تسمعني أم لا. بسمعك. يعني أنا لا أود أن يذهب الحديث إلى منحى آخر، لكن مسألة أن هناك وجه إيجابي للاستعمار، لا أعلم ما الذي يمكن أن يقوله مواطن من الكونغو الديمقراطية في الحقبة الاستعمارية البلجيكية لبلاده مثلا. أولا، الاستعمار هو كارثة على الإنسانية، ولكن الإنسانية عاشت بالاستعمار، عاشت بالهجمات، عاشت بالغزوات، عاشت بالحروب، وبالتالي هي شيء كان في طبيعة العلاقات الإنسانية، ولكن يجب أن نتجاوزه. وإذا أردنا أن ننظر أن على الأقل كان هناك التعليم لم يعم، ولكن على الأقل لو فيه 1% لا يجب أن ننكر ذلك، وليس هذا مبرر للاستعمار، بالعكس، حقبة الاستعمار كانت حقبة سوداء، الآن خرجنا منها، ماذا فعلنا بالاستقلال؟ ماذا فعلنا؟ يعني هذا سؤال آخر، لكنه لن يكون إجابة، ربما لن يكون إجابة مقنعة بالنسبة لكثيرين حتى من الذين عايشوا أو كان جزء من أسلافهم قد عايشوا حقبة الاستعمار هذه. أخيرا دكتور بودن، بعد نعم، حقبة سوداء. أنا أخيرا سؤالي فقط مرتبط بفلسفة الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أتى ليطرق أبواب ما أسماها الجمهورية السادسة،
وهو قدم نفسه حتى قبل أن يكون رئيسا باعتباره منظرا وصاحب فلسفة اقتصادية وفلسفة جديدة في الحكم. هل أفلح في أن يصل بفرنسا إلى الجمهورية السادسة كما كان يريدها؟ هو لم يريد قطعا أن يصل إلى الجمهورية السادسة، كان يريد أن يطور الحياة تحت الجمهورية الخامسة، والجمهورية الخامسة ليس فيها هذه النواقص الذي يطالب بها الذين يريدون إرساء جمهورية السادسة. المسألة هي مسألة بصريح العبارة لا تهم المواطن العادي، المسألة هي مسألة يعني أحزاب سياسية. الجمهورية الخامسة بنيت على أساس أن تصلح ما هو منقوص في الجمهورية الثالثة والرابعة، أي هي استقرار الحكم. الجمهورية الثالثة والرابعة كانت الحكومات تشكل ويمكن أن تسقط بعد يوم أو بعد ثلاثة أشهر، وليست لها الإمكانية في الاستمرار. أتت الجمهورية الخامسة مع دوغول وأقر عدل الدستور بأن يكون دستور رئاسي فيه سلطة كبيرة للبرلمان، وإذا كان الرئيس لم يتحصل على أغلبية في البرلمان فإن له الإمكانيات بأغلبية نسبية أن يحكم، وهذا ما يقع الآن مع رئيس ماكرون الذي له السلطة السياسية كسلطة تنفيذية، ليست له السلطة التشريعية بشكل مطلق، ولكن له الإمكانية أن يشغل البلد وأن يحكم البلد. وفي الولاية الأولى كان له السلطة التنفيذية والتشريعية على السواء بالأغلبية التي أمنت له. شكرا جزيلا لك، أعتذر منك على المقاطعة لضيق الوقت، شكرا جزيلا لحضرتك من باريس الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي، أشكره شكرا جزيلا.